حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن المسرحية، خليني أسميها تشكيلة الحكومة العراقية اللي من المفترض أن يقودها عادل عبد المهدي، واللي صار لها أكثر من شهرين ما تشكلت إلى حد الآن بشكل كامل، والتجاذبات اللي تصير داخل الكتل السياسية وتداعيات هذا الأمر على الشارع العراقي، وأريد أسمع آراءكم بها. لكن قبل أن ندخل في متن هذه الحلقة ونحكي اللي نريد نقوله ونسمعكم شو تريدون تقولون ببرنامجكم، نشوف هذا الفاصل. فإن بالفتح واضحين نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استخاف في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام، وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي بامتياز. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. قضية تشكيلة الحكومة، يعني ما أعرف ليش العراق اليوم وصل به الحال إلى ما كنا نستغرب منه في السابق. يعني كنا نعيش بالعراق في ما قبل عام 2003 مستغربين من الأوضاع اللي تصير بلبنان أو تصير بالصومال أو تصير في أي دولة يصير بها فراغ سياسي. يعني لما كانوا يختارون رئيس وزراء في أي دولة وهذا الرئيس يظل كتلة تودي يمنى وكتلة تودي يسرى، وهذا يجيب الطرف وذاك يودي للطرف الاخر، كنا نستغرب ونقول شنو الدول هاي اللي ما حد يقدر يقودها، شنو الدولة هاي التعبانة اللي بيها سياسي ضعيف مثل هذا السياسي اللي ما يقدر يشكل حكومة، شنو هاي الدولة التعبانة اللي حكومتها ما متفقة بيناتها، شلون راح يقودون هذول السياسيين بلدهم، شلون راح ينهضون ببلدهم وشلون راح يسوون بلدهم الى الامام. اليوم احنا دا نعيش هذا الواقع. عادل عبد المهدي اختاروا رئيس وزراء، رفض بالبداية، طلع ببرنامج قال أنا ما أقبل ضغط من أحد، أنا استقالتي بجيبي، أنا، وطلع هو اللي راح يشيل العراق ويحطه فوق الصلوات، واللي قبله قال هذا الكلام واللي قبله قال هذا الكلام وكلهم نفس الحال. لكن طلع عادل عبد المهدي وبدأ يختار، وافقوا على مجموعة وتركوا مجموعة، وراها قدم مجموعة ثانية وافقوا على جزء وتركوا جزء، وراها قدم جزء لاحق وافقوا على جزء وتركوا جزء، وبالأخير البارحة قدموا مرشحين اثنين وافقوا عليهم والعدل أجلوه لأنه أكو خلافات سياسية عليه ما بين الأحزاب الكردية، الحزبين اللي قودها مسعود بارزاني وحزب الطالباني ووزارة الدفاع، لأنه ماذا يرضون فيصل الجربة مرشح القائمة الوطنية اللي قودها إياد علاوي، وفالح الفياض مرشح وزارة الداخلية لأن الكتل ما تريده وماكو عليه توافق لكن إيران تريده، فأكو مشاكل. أردفتهم هاي الحكومة بالتقسيط شنو؟ يعني هذا الطفل العليل اللي راح تولده، هذه العملية الولادة اللي تشكل حكومة، شو راح تطلع لنا؟ هو عليل من بدايته، هم من البداية ما متفقين، شلون راح يتفقون على الشغل مستقبلا؟ زين الكارثة الكبرى، أكو 100,000 شغلة طلعت بالتزامن ويا التشكيلة الحكومية. نائب يقول المناصب انباعت، نائب يقول أكو فلان يتحكم، نائب يقول أكو شخص هو المسؤول، نائب يقول إيران هي المسؤولة، نائب الأخ يقول أمريكا هي المسؤولة، محلل سياسي يقول أكو تدخلات خارجية، مراقبين يقولون أكو شيء خارجي هو اللي دا يؤدي هذا الدور، مراقبين آخرين يقولون عادل عبد المهدي هو اللي يختار، النواب يقولون إحنا ما لنا علاقة، عادل عبد المهدي هو المصر على المرشحين، وجماعة الحكومة يقولون احنا ما لنا علاقة، الكتل السياسية هي المصرة على المرشحين. ذولا كلهم دا يتعاركون على شنو؟ كرسي أربع رجلينات وكوشن، بس ما دا يتعاركون على نازح،
مدى يتعاركون على مدرسة راح تنهد، مدى يتعاركون على طالب قاعد على القاع، ومدى يتعاركون على طالب ما عنده كتاب، ولا دا يتعاركون على مهموم بالبصرة ما عنده مي يشربه، ولا دا يتعاركون على قضية السمك اللي مات مسموم ومدى يعرفون شلون حلها وما لا أحد ذكرها ولا أحد جا قال إيش سوى وشلون عالجه وش راح يسوون إيش راح يقدمون للعراقيين. قبل يومين سمعت إنه وزارة الزراعة أمرت بعدم استيراد محصول البرتقال للاكتفاء الذاتي، الله يستر ما أقول غيرها، لأنه العراق أعلن اكتفاء الذاتي من الحنطة احترقت، أعلن اكتفاء الذاتي من الأسماك وراح يصدر السمم، هسه أعلن اكتفاء الذاتي من البرتقال، الله يستر. قبل ما أبدي بالحلقة وأستقبل اتصالات أرد أخذ كليب، وهو طلال الزوبعي، شخص جديد داخل على المسرحية، أكو بطل جديد، يقول أكو تاجر هو المسؤول عن بيع وتقاسم المناصب، خلينا نسمع شو يقول. أجو تعال وقع لريد وزارة، يتفقون 5-6 وتاجر يرعاهم، يقول لك هاي الوزارة العقود إلية، أنت تدفع هالقد، أنا أدفع لكل نائب هسه مقدما هالقد. يعني إذا إحنا قبلناها رؤساء الكتل، يعني وتحدى رؤساء الكتل كلهم يعرفون بهاي المعلومات وكلها ساكتة، ليش ساكتة؟ أنا أقول لك إذا ساكتة معناها راضين على هاي التصرفات والعراق ذاهب إلى الهاوية. يعني هو بين القضية، حط صبعه على الجرح وناقض نفسه همينه، يقول إذا إحنا رؤساء الكتل قابلين يقولونها ليش ساكتين؟ زين أنتوا ليش قبلتوا بالقبلها؟ السؤال اللي ينطرح هسه، أوكي هسه أنتوا بديتوا تكشفون. بالبرلمان السابق طلع مشعان الجبوري وسموه أشجع السياسيين، قال إحنا كلنا مرتشين، وأنا أخذت رشوة وجاني واحد قال لي هاي 2 مليون سد القضية، أخذت 2 مليون وضحكت عليه وما سديته، هو قال هذا نصاً. زين انتوا لا تعرفون انه اكو فساد بس ما حد يحكي. يعني الغريبين يعني السياسيين بيهم تركيبه غريبه، الكيميائيه مالتهم غريبه جدا، يعني يطلع لك يحكي الشغله تباوع عليه تقول هذا ماكو مثله، بس التصرف مالته مع الاسف بالضبط مثل ما طلع لنا نور المالكي ويقول احنا نستغرب من البحرين شلون تقمع التظاهرات، هذا حق سلمي. زين ما كان حكيت ويا روحك 6 محافظات طبيت لها انت، كل شيء ما رادوا، رادوا معتقلين ورا 14 مطلب. ساعة تقول مشروعة، ساعة تقول زوبعة في فنجان، ساعة تقول فقاعة، ساعة تقول انتهوا قبل أن تنهوا، وراها نهيتهم ونهاية محافظاتهم وياهم. أبو محمد من بغداد أول اتصال ويانا، حياك الله أبو محمد. أبو محمد بصرة. نعم ابو محمد لو ابو احمد من البصره، حياك الله. انا اسف جدا من البصره حبيب قلبي. حبيبي حياك الله، حياك الله، حياك الله وحيا الله اهل البصره حبيبي. الشرف بيك حبيبي، حياك الله. اغاتك ربك يا رب، تفضل قول. والله بالنسبه للتشكيل الحكومه ستوجه، يعني هذا الموضوع ما اسمع تشكيل الحكومه. نعم ألو. نعم وياك. يا أخي هي حكومة، يا حكومة هي تشكل، يعني هم ذولا نفسهم، يعني هي العصابة هاي نفسها، واحد يشال منها واحد ينحط منها، أقو غير هالتشكيلة الحكومية والعراق انتهى، يعني دولة انتهى يا أخي. هم محتارين بالمناصب مالهم، تعال شوف البصرة وشوف المأساة مالتها وشوف الشباب جاي تقتل وشباب جاي يعني والله أبو محمد إذا يعني تسمح لي أطلب منك طلب، عوف التشكيلة الحكومية عشاك ما راح نستفاد منها كل شيء، أريدك تنقل لي صورة البصرة هسه. البصرة مأساة يا أخي، شن قل لك يعني منين تريدني أنقل لك؟ البصرة ما تنحكي والله العظيم، والله ما تنحكي قسما بذات الله. الناس هاي بعيدين عن البصرة وما حد يدري بالبصرة شنو الأوضاع مالتها. البصرة تجيبها من نقطة من أولها لنقطة الصفر، صفر بصفر، حالة جبينة بشكل والله مأساة، مأساة قسما بذات الله. شحكي لك يعني المظاهرات جاي يضربونهم بالغاز مسيل الدموع، بمن يعني احكي لك؟ حتى بالرصاص الحي، بمن احكي لك يعني؟ بمن احكي لك؟ الشباب جاي تقتل، وشباب كذا خريجين كليات جاي تروح ببلاش هدر دمها، يعني منين عند ما تشتكي وعند ما تروح؟ ما اعرف يعني والله العظيم، ناس محتاره بعمرها ومحتاره بحياتها بعيشتها. الله يعينكم. ما اعرف. والله العظيم، ولحد الان ترى
لحد الان الماي ما حسوا مع المظاهرات راحت تقريب حدود 50 شاب راح من البصره، ولحد الان الماي ماله. اتمنى يكون في يوم ما تجي يعني اي قناه ونشوف الماء الماء ينطيهم قد كلاس ماي قله بس اختعلق تلو تكدي. زين ملينا من المشترى يشهد الله. تعبنا يا اخي تعبنا يا حكومه يا اخي نتكلم عليها ويا احزاب، احزاب 350 حزب حاطينهم بس للدمار الشعب العراق، ايش بقى بالعراق؟ حتى النفط هنا 50 سنه، ايش بقى بعد بالعراق؟ ما تقول لي شنو البقى بالعراق؟ شنو بقى؟ حتى امال الشباب انتهت، الله وكيلك، في المستقبل ماكو. نعم. الو؟ نعم وياك وياك. الو جاي تسمعني؟ نعم نعم اخوي نعم. يعني والله. اي معنى مأساة، احنا عيشتنا مأساة والله يا اخي. الله يعينك. الله يعينك. كلمني عن الحكومة. الحكومة يا حكومة يا اخي تشكل من عادل عبد المهدي لو من العباد لو من المالك اللي طالع 1,750 شهيد راحوا منهم هم اللي بيهم يا اخي ما تقول لي من اللي بيهم شريف صح ولا نعم. واحد شريف اطلاقا يعني انا بدي احكي لك اياها بهالشكل بهاللغة هاي يشهد الله نعم الله مشكور مشكور ابو محمد من بصرة الله يعينكم يعني هذا اللي دارد اقوله هذول قاعدين دا يتعاركون على المناصب ودا يتعاركون على كرسي ودا يتعاركون على صفقة ودا يدفعون مليارات حتى ياخذ هذا المنصب من ذاك وحتى ياخذ ذاك المنصب الفلاني من فلان وفلان ياخذ فلان وزارة وعلان ياخذ فلان هيئة كله على مود شنو والناس ذولا اللي دا يموتون زين انتم ما تخافون الله باكر يسأل يسألكم عندنا اتصال اخر من بغداد ام ازهار حياك الله ام ازهار السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حييك وحي هاي القناه العظيمه وعامليها حياك وبياك الى العراق نعم. العراق العراق المدمر كان سابقا العراق العظيم الان العراق المدمر طول ما تجذيه احزاب ما ينفع لا ينفع احزاب في العراق لأنه الأحزاب كلها جاية من إيران وكلهم جايين يردون لهم لمحاصيلهم لجيبهم وكلهم جايين يتعاركون على الكراسي إلى الفلوس مو يحكمون البلد والأحزاب أمرها ما نشحت في دولة يعني هسه احنا دا نشوف ايران هم عندها احزابها نفس الشيء نفس المأساة نفس الآية احنا يحتاجنا الى رئيس واحد يحكم البلد ورئيس قوي يحكم مثل ما كان سابقا الرئيس القوي اللي كان حاكم العراق من الشمال الى الجنوب ما حد كان لا ايراني يقدر يتحرك ولا كردي ولا اي واحد يقدر يتحرك من هؤلاء الجبناء اللي اجونا من ايران وامريكا واسرائيل لكن لا. المخطط الايراني الاسرائيلي الامريكي ما راد العراق يبقى هذه القوة وما يريد العراق ولا يزال ما يريد العراق يبقى على هذه القوة يريد ضعيف ومتهزز ويتعاركون هذول حتى هو يخط المخططات ما تمشيها وخاصة هسه مثل ما الموصل النازحين كلهم مرجعوهم لأن عندهم مخطط أمريكي إسرائيلي يردون إيراني أما البصرة فهم كل شيء ما يسوونه أنا أتعجب على أهل البصرة أهل البصرة أنتوا نفوسهم كلش هواية ليش ما يحاربون بالسلاح مو يطلعون مظاهرات هالشكل مو مسألة قيل وقال هو ما كلهم يطلعون يشتكون المشتكى ما تفيد بعد إلى هاي الدولة يقول لك هذول الشعب ضعيف كل شيء ما يسوي خي يطلع يسبنا خي يطلع كل شيء يسوي بس لا. إحنا مستولين على كل شيء هم مستولين على كل شيء دولة هاي هذول الجبناء يرد لهم إنسان قوي يقحمهم قحم يريد لهم ناس أقوياء مثل ما هم دا يواجهون المتظاهرين بالسلاح يريد لهم المتظاهرين يواجهون بالسلاح وأقوى ويريد لنا مساعدة الجنوب ويا الوسط ويا الشمال إذا ناس مناضلين من صدق مناضلين يحبون البلد وين الناس اللي تحب بلد الناس اللي تحب هذا التراب العظيم مال العراق اللي كان تاج على رؤوس العرب كلها وكان العراق هو اللي كان مضحي للكل من فلسطين الى سوريا الى كل من عنده مشكله يروح يركض وهسه هم متفرجين علينا يراد لنا قوه قوه شعب وقوه خارجيه مناضله من الناس الاخرى حتى نخلص من هالحسالات
الطائرات اللي اجت لنا من ايران، وايرانيين اللي ياكلون هذا البلد وياكلون كل فلوسه، والناس جياعه والناس عريانه والناس قتلها المرض والناس كل شيء، والسكوت قاتلهم. اكو نقطه ثانيه اللي هي سدد، يعني اثارت بهذا البلد اكثر جشع بعد، انه الناس الشباب قاموا يتخدرون. انا اتعجب على هذا الشباب اللي مخدر ما يحكي، من تحكي وياه تقول له ايش يسوي، احنا شنو بيدينا هيك يسوون. هو يعني اذا واحد يحب وطنه ما يحكي يقول احنا شو نسوي، ينطي دمنا في سبيل الوطن. لكن ويا من نحكي، لانه هذول اللي اجوا خدروا عقول هذول الشباب، كلهم خدروهم. وانا اشكرك. شكرا لك ام ازهار. اتصال اخر من ابو غريب. ابو علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا عارف الضاري ومثنى عارف الضاري، الله يرحم عارف الضاري. حيا من قال؟ الله يطول عمرك ويحفظك. تفضل. الله يخليك. أقول لك هذول البرلمانيين لا دفع ولا نفع، هذول مسمينهم احنا غرغوش جاي نقعد عليهم. الحكومة مو بديهم، الحكومة مو بديهم، لا برلماني ولا هذا صار ولا هذا رفع ولا هذا حكي ولا هذا لبس رباط ولا كل شيء، لا أنت ولا أبو الشرقية يطلع البرلمانيين، وإحنا ولا نهتم بيهم ولا نهتم بيهم، إحنا نسمين البرلمانيين مثل القرقوز، إحنا أهل أبو غريب. نعم. والحمد لله والشكر عايشين بعيشة نعيمة، والحمد لله والشكر الله ساتر علينا. هذول جاي ندحك عليهم هو ورباطه طالع بالتلفزيون وحكي هيك، وهو ما يقدر يسوق نفسه. نعم. البرلماني ما يسوق نفسه، لا يحكي من الصبح للصبح ما حد يصدقني. بس الحمد لله والشكر الحكومه ماشيه، غير هاي الحكومه الموجوده في العراق نسميها قرقوز، لان القرقوز احنا نسميه العراقيين قرقوز. انا احكي لك الواقع. نعم. وحي الله عارف الضاري ومثنى عارف الضاري وصدام حسين الله يرحمه جاهل ابو محمد. حياك اشكرك ابو علي. يعني ذكرت عده نقاط. ام ازهار ذكرت الاحزاب وعددها بالعراق. يعني المفارقه ان هم يردون يقلدون الغرب. طبعا انه الناس ما تعرف، الناس تعرف انه امريكا بها حزب ديمقراطي وحزب جمهوري وبس. امريكا بها 9 احزاب تقريبا، 9 أو 8 احزاب اللي يشاركون بالانتخابات الرئاسيه. ترى للعلم اللي يشاركون بالانتخابات الرئاسية في أمريكا مو حزبين، فعليا مو حزبين اللي شعارهم فيه الوحمار. اللي يشاركون بالانتخابات الرئاسية بأمريكا أكثر من مرشح، 8 أو 9 مرشحين، وأكو ولايات تروح إلى مرشحين آخرين، لكن ذول المرشحين يتنازلون بأصواتهم إلى مرشح حزب الديمقراطي والجمهوري لأنهم المسيطرين. المشكلة بالعراق يعني إجا حزب الدعوة ويقول أني الإله الأكبر أنا أرد أسيطر، ويجي الحزب الثاني يقول أنا أرد أسيطر، وتجي الكتلة الثانية وتقول أنا أرد أسيطر، وهسه جاينا الحشد يقول أنا أرد أسيطر أنا إلي الحق. المشكلة أنه هم دا يتعاركون على منصب. أني سؤالي أنه ما يخافون رب العالمين باكر عقبة يسألهم؟ يعني في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال له وين رايح يا أمير المؤمنين؟ قال له أكو بعير من يعني من جمال صدقة المسلمين ضاع، رايح أجيبه وأجي. من شافه قال له أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر؟ قال له إني أخاف أن تضيع بغلة في العراق فيسأل الله بها عمر أو يأخذ الله بها عمر، وأخاف أن تعثر بغلة في العراق ويسأل الله عمر لماذا لم تمهد لها الطريق. يعني بذاك الوقت اللي ما كان اكو هذه التكنولوجيا وما كان اكو هاي التطور، ولما كان المواطن يسافر من مكان المكار على ظهر بعير او ظهر حصان ويقضي اشهر حتى يسافر ويوصل، عمر بن الخطاب كان خايف على بغلة تعثر بارض العراق وهو بالمدينة. زين انتو كل هالتطور اللي عندكم والفلوس، عمي دا تحكمون حكمه بس ابنه سووا. الإمارات احتفلت قبل كم يوم بدخول المواطن رقم 1 مليار إلى مطار دبي، جابوا طيارة بها تقنية كأنما مرصعة بالألماس وراح يطيروا. العالم ده تبني،
انتوا عندكم فلوس تبنون بيها 100,000 بلد، مو بلد واحد، مو تبنون العراق، تبنون العراق واللي بصفه همينه، وتغرقوا فلوس وتغرقون الناس اللي بيه فلوس وتخليهم عايشين احسن الناس. انتوا بوق 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 وما ماخذين نهب وبس، ما تفكرون لا بمواطن لا بنازح لا بطالب لا بمن تفكرون لا. يعني اتفرج على برنامج بالتلفزيون اكتشف اكو طفل صار لعشر سنين عايش ويا الحيوانات بالخرايب لين لا عنده اهل ولا عنده حكومة تدور وراه. منو اللي عاد يدور ورا المواطن؟ منو يدور ورا راحة المواطن؟ منو اللي يمهد له الطريق؟ منو اللي يبني له؟ منو اللي يسوي له؟ منو اللي يركض ورا؟ اللي خريج من يتخرج منو يجي يقول له تعال تعين بفلان مكان؟ اللي كمل سادس منو اللي ينسبه؟ انتوا هاي كلها ما تفكرون بيها. عندنا اتصال من البصرة، محمد حياك الله. السلام عليكم استاذ الصقر، وانت حق الصقر، يعني والله العظيم انت صقر ونعم الصقور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى قناة الرافدين وعامليها، حياك الله، ورحمة الله على الشيخ حارث الضاري، وسلامي وتحياتي إلى الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري المحترم. وصل أستاذ أذل. نعم. أنت رحمة الوالدك، أنت تحكي هذا الحكي ويامن، هم هذول شنو حتى أنت تعتب عليهم بهيك كلام؟ هم هذول مو احنا وصفناها، انا وصفتهم قبل كم يوم وراح اعيدها واكررها، هذول ناس كلهم خونه وعملاء بالسواسيس. وانا جلست سابقا للاستاذ عمر، هذا واحد. اريد اذكر العامري بالحرب العراقيه الايرانيه، والله بكيناهم، والله العظيم بكيناهم وخليناهم يجرؤوا كعس السم، هو وهذا الامام مال الخميني اللي يسميه هو امام. هاي شغله، الشغله الثانيه، احنا كنا بالحرب العراقيه الايرانيه، والله العظيم كنا، انا بالنسبه لي كنت سايق بالجيش، شايف شلون كنا نحملهم هذول الاسرى الايرانيين، طبعا نعاملهم معامله والله العظيم ما كانوا يعاملون الاسرى مالتنا مثل ما احنا كنا نعامل اسراهم، زين؟ هم مفاتيحهم نجيبهم، حاطين مفاتيح اسمها مفاتيح الجنه، هم هذول هم والسياسه شكوا حتى انت تعتب على هيك ناس. هذا هذول ناس ضالين، هم اجوا من اجل ان ينتقمون من الشعب العراقي، جابوهم الامريكان والايرانيين. وقبل كم يوم طلع هذا واحد من الحرس الثوري يقول احنا فزنا على الامريكان 3-0، بعد اجاها بالتلفزيون والعالم كلها شافتها وسمعتها. هم هذول جابوهم ناس ضالين مثلهم، الامريكان والايرانيين، يعني شغلتهم هذول يعني معروفه، ما راد لها واحد الصراحه يناقش عليها. يعني هسه مثل ذاك اليوم هذا جلالة لما يقول العراقيين شو الداعي؟ إذا تاكلون نستلة لا تشتروا الموبايل، يا دري انت يا نستلة بيش حتى انت تريد تحرمنا من هاي النستلة؟ ولك نستلة تريد تحرمنا منها يا ظالم النفس؟ هذا جلال الصغير، والعالم كله شافته وسمعته. ذولي ميليشيات، يعني هم بالنسبة ذولي الميليشيات، انا ارد اسأل شو فرقهم عن الدواعش؟ ماكو فرق، والله العظيم ماكو فرق. تعال شوف البصره شو مسوين بينا، صار القتل والنهب والسلب، هذول اللي يسمون نفسهم احزاب، والله جريمه تطلق عليهم كلمه احزاب، الاحزاب اكبر من هذا الشيء، هذول مو احزاب، هذول كلهم عصابات، هم والدواعش نفس الشيء، شوفوا مراسات الدواعش، الدواعش تنهب هذول ينهبون، الدواعش تقتل هذول يقتلون، الدواعش تسرق هذول يسرقون، الدواعش يقتلون العالم هذول يقتلون العالم، هذول ناس ما لهم مصف ولا لهم مثيل، والله العظيم. يعني شغلتهم شغل زين، هذا يعني حاطين لي هذا شو اسمه، هذا صالح الفياض، صالح الفياض وهذا 24 ساعة نايم، هو مال هذا يصير وزير داخلية، والله إذا صار وزير داخلية يصير القتل بالشوارع، والله العظيم يصير القتل بالشوارع. يعني احنا اهل الجنوب بس تعال. وانت زعلان يا محمد لأنه 24 ساعة نايم، ما 4 سنين قبلها رئيس جمهورية العراق كان نايم اعتيادي. يعني يجونا ما عرفوا يجونا دول جايبين منك من إيران، حتى مو عراقيين، والله مو عراقيين، والله العظيم أستاذ، يعني مشكلة عجيبة دول شغلتهم. يعني هسه مثل البارحة طبعا شوف الشغلة اللي يحكي لنا على السيادة، أي سيادة الولايات المتحدة الأمريكية تطالب العراق بملء الفراغ العسكري في سوريا، شوف شلون سياساتهم، شلون سياسات تعبانة، يعني متعودين شلون احنا سلمونا الايران. والله ذكرتني موضوع خل احكي عليه السياده، اي مهتمين دماء الناس ولا مهتمين الوضع الناس، وكانه عندهم الناس حشرات والله العظيم. زين، وانا اشكرك استاذ اذن، رحمه الوالديك،
شكرا. طبعا يعني ذكرني بموضوع سيادة قبل ما أخذ الفاصل، أكو مفارقة يعني غريبة عجيبة بالعراق، أنه توصيف راح أقوله بس عذروني بي، زعاطيط دا أخذون مناصب. مدير عام شركة سومو صار له بالخبرة 12 سنة، أكبر شركة نفطية لتصدير، أكبر شركة عراقية لتصدير النفط العراقي، خبرته 12 سنة، أدري بأول سنة صار رئيس قسم، إشلون صار مدير عام؟ رئيس مجلس النواب أكبر سلطة تشريعية بالعراق، ما بي 35 سنة، أدري من يلزم تشاكوش ويدق بي اللي عمره 70 جوا، يعني شنو موقفه؟ يعني والله لو أنا نائب بالبرلمان وهذا يدق لي تشاكوش ويقول لي اسكت إلا هفه بنص التشاكوش، يعني ما أعرف ذول العراقيين لما يصعدوهم شنو؟ ترى دخلونا عالم مضحكة، من هذا راح يروح يمثل العراق في مجلس أو في البرلمان العربي؟ هل قداته؟ شنو خبرته السياسية؟ شنو خبرته بالعالم أصلاً؟ إيش سوى هو حتى يصير سياسي ويقعد يشرع وينظر ويصير هو رئيس ثالث بالعراق؟ هاي مفارقة همينا لازم نفكر بيها. ليش يعني صغار السن هم اللي دا يأخذون المناصب؟ أوكي انطوها إلى شباب، بس جيبوا واحد عنده كفاءة. تباعون على كندا بس شوفوا رئيس وزراء كندا إيش دا يسوي؟ تباعون على أوروبا من دا يصعدون صغار السن بس شوفوا وزراءهم إيش دا يسوون؟ ترى اللي بأوروبا الوزير يركب قطار بوحدة ما عنده حماية، جنطة يشيلها بيده ويقطع تكت مال القطار، ولما يسافر يدفع من جيبه لأن ما عنده خرجية، خرجيته بسيطة اللي يمكن هي فندق وأكل بس. أما أتوعدكم كل شيء. فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج صوتكم، برنامجكم اللي نسمع بيه آراءكم. الأرقام ده تظهر أسفل الشاشة، رقم الواتساب ظاهر حاليا اللي يريد يدز حتى أقرأ رسالته، وأيضا الأرقام الأخرى للاتصال بينا. قضية أخرى ذكرها محمد من البصرة، يقول السيادة يعني ما مضحك، المضحك المبكي خليني أسميه، أنه لما الجيش الأمريكي انسحب من سوريا ودخل إلى شمال العراق في قواعده اللي بانيها منذ عام 2003، السياسيين العراقيين امتعضوا وقالوا هذا احتلال جديد. ما شاء الله، لعديش قبلتوا بالجيش الأمريكي طبر أول مرة؟ ليش فرحتوا بيه؟ ليش نطيتوا المجال ودربكم وسواكم؟ ما كان احتلال، بس هسه صار احتلال. ليش؟ لأنه إيران قالت لكم أكو مصالح تتضارب، لأن طلعوا من سوريا، أكو إيران راح تتضرر هناك، أكو ميليشيات راح تندز، يعني أكو قضية كبيرة راح تصير، فأكو ضرر راح يصير بها. ولا علينا الضرر، لأن إحنا شبقى بينا عندنا، شبقى بالعراق اصلا 6 محافظات اندمرا، مواطنين الجنوب تدمروا لانه لا خدمات لا مي لا اكل لا شرب، كل شيء ما عندهم، كهرباء ماكو، نفط دينباع ما حد يعرف فلوسه وين، عاد السياسيين اللي دايبوقون وشادين كاكات للنفط ويبيعوها تهريب سوق سودا وفرحانين. يعني ما شاء الله العراق دا يطور، احنا بال2018 طبينا على 2019، ما بقى كم يوم الالفيه الجديده، ما شاء الله. الى اين سنسير؟ لا أعلم. أبو أيوب من هولندا، حياك الله أبو أيوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أحييكم وحيي قناتكم والكادر أجمع، حياك الله. اللي هي بصورة عامة يعني تمثل العراقيين بصورة عامة، واجبنا والله أبو أيوب. أخي بالنسبة اليوم الحكومة المزعومة حكومة الميليشيات، حكومة الميليشيات ومثل ما تقول القائد الأعلى هو قاسم سليماني عليهم. أخي البلد اليوم وراء هاي الحكومة العميلة، البلد يعني إلى الهاوية، إلى الهاوية، ماكو أي مستقبل به. يعني هم هاي الحكومة أخي العزيز هم عبارة عن لصوص وسراق، يعني هم يتاجرون في دماء الشعب العراقي.
أخي أي موظف أسس بالحكومة العراقية بالبرلمانيين يعني أقل ما يملك الفرد مليار دولار. نعم. يعني هم مصوا دم الشعب العراقي. وأما بالنسبة للقوات الأمريكية اللي دخلت العراق أسس أو رجعت على قواعدها. نعم. وما راح يربون بهذا الشيء يا أخي العزيز. يعني إيران المجوسية هم تبع الإيران فإيران راح تحرضهم لأن تعرف أكو شيء يعني مخطط يعني راح يصير هاي السنة إن شاء الله سنة الشرع عليهم وهاي الحكومة. ان شاء الله سنة الشرع عليهم هاي السنه الجديده تجي. نعم. لان هلكوا البلد اخي العزيز والله هلكوا البلد شردوا العالم يعني لا مستقبل لا طفل لا يعني اطفال مستقبل ما عندهم اخي العزيز تشريد اعتقالات النساء يعني صارت ارامل من الاعتقالات يعني مصير رجالهم مجهول اخي الحكومه بنت على طائفيه من سابع المستحيلات أن تقوم دولة بهذا البلد وإيران وراها فنرجو من الشعب العراقي أن تكون إن شاء الله هاي السنة الجديدة المقبلة أن تكون ثورة آرمة ضد الحكومة العميلة المجوسية. نعم. فوالله يا أخي العزيز إلي يظل هذا الشعب الشكل والله العظيم إلا تمص دمهم مص تمام هاي الحكومة لأن ماكو ما أسه لقيلي واحد بالبرلمان فقير لقيلي يعني أسس سفراء العالم سفراء ووزراء العالم أسس أخي من يروح بعثة يعني ماكو شيء يعني يأخذ ملايين الدولارات معاه في سبيل البعثة ماله يعني أسس يعني بالخارج يعني بالخارج أسس أخي العزيز حاجيب والله العظيم وزير والله يسوق بايسيكل أخي بايسيكل والله العظيم يسوق بايسيكل هو حد دائرة ماله يعني هذول مجرمين هذول احنا نثرية غضب واحدة من الوزارات 250 مليون ما ادري 25 مليون والله ما ادري اخي العزيز والله العظيم العراق هسه يعني بعد 50 سنة طمشوه بالدين والله العظيم طمشوه بالدين العراق هالمجرمين القتلة هالأوباش هذول نعم صح فحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم والله ينتقم منهم ان شاء الله نعم شكرا 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 لك ابو ايوب ابو ياسين من محافظة ديالى حياك الله حياك الله عيوني أفل البطل يسلمك ربي بالنسبة لطلال الزوبعي أدبنا أنت طلال الزوبعي وحاسب فاري زوبعي أنت وانطالك حاج السبع مطايا إيران السعر تقيم التنفسكم وهذا قدركم هذا قيمة التنفسكم لأنه أنت طبقت الاحتلال وصرتوا مطايا إيران قاتل سليمان وغير قاتل سليماني وقبل أن بطعت للمالك وانطال المالكي لأن أنتم ما تمثلون المكون سني أنتم ما عندكم شجاعة ولا عندكم رجولة اليوم هذه العملية السياسية كلها بارسة عملية فاشلة عملية لأنه أنتوا أسميكم أراضي للقوم اليوم أراضي القوم يتحكم ولكن تحكمون غير مؤهلين لقيادة الدولة أنتوا فاشلون شعب كله جوعان الفرقتوا بالفرقة الحكومة بمناطقكم مع أراضيكم الفرقتوا مدنجين روسكم مثل الأذلاء على مود مصالحكم على مود فلوس تستلمون فلوس بعدين اليوم الفردوا بالمحافظات الجنوبية بزواب السرع وهم تبقى أنتوا لأنه أنتم فاشلون لو عندكم شجاعة ما تقبلون على هاي الذلة اللي عايشينها مع الحكومة الإيرانية هذه حكومة فاشلة والله يا عافل هذول عبد ما تقوم القيامة لأنه فاشلين وما يقدرون يقودون دولة وجوا على ضغط طائفية وطبروا وجابوا من الاحتلال قال لك والله دول تحت البسطال الأمريكي هاي تقود العملية السياسية ببغداد هذا بغداد الرشيد هاي عاصمة الرشيد وبالنسبة هذا القسم الطفل هذا اللي ممثل الشعب اللي هو جابوه على اساس انه شاب محمد الحلبوسي اول جلسه تهجموا على هارون الرشيد هذول مطايا ايران هذول اللي اتباع المجوس هذول اللي بدهم بالتشيع برا من هاي الزباين انتم تبثون دوله فاشلين والله العظيم يا عبد انت تتحدث بما فيه كفايه لكن اكمل لك لانه كنا قبل عشنا في ظل نظام وطني النظام الوطني كانت قيادة الدولة من الفرات الأوسط ومن الجنوب ومن الشمال ومن الشرقية والغربية. نعم. فلكن اليوم هاي العملية جاءت قدها إيران. هاي أنصال إيران هذا عبد العزيز اللي جابت المرجعية ومولور. نعم. هو مو سارق. هو مو بس السرقة مقتل شرطة إبرياء بالمصرف من أجل يسرقون أموال الشعب. المرجعية جابتها. والله إحنا مو يعني مو مجاملات ولا جل خاطري نبدي درجية وتأشر حبها. هاي دول هاي العمل سوى جل لكم الله تحت عادية البحثية. اليوم انت تسرسوا رجال وانت تقبض انت ليش ما تقتلوا النظام تقتلوا النظام كان تقتلوا النظام كان والله العظيم بنجيكم وقتنا بلاقي جابكم الاحتلال هاي الجامعة الاحتلال انتوا تقدموا الشعب هذول هذول حكومة احتلال الاحتلال هو استعمار ما يخلي حكومة ترفع الشعب بالعكس تشيل الشعب
اليوم هذا حال الشعب العراقي كله جوعان وعطشان، ناس مهجره، ناس قد قتلتوا، قد قتلت يا مسلمين يا اجلاء، منين جد يقتل الشعب؟ يا ما تقتلون، والله العظيم داعش ما قتل قد ما قتل هم. ميليشيات اليوم طالعه بالشوارع يا هبل تقتل وين ما تريد تقتل، اليوم اللي خالفوا بالامر قتلوه وكانهم قاتلينهم حمامه. مو هذا مو هيك كاس الدوله، مو بهالشكل هذا. لان انتم صيروا اذا انتم عندكم رجوله وعندكم حزب وطني لا تخدموا الشعب. يطلعوا رفضوا الاحتلال الامريكي، اساس اليوم تقولوا الامريكي راح هي طبت غصبا على روسكم، ترضون او ما ترضون. ولكن احنا نبقى نرفضهم، نرفض الاحتلال الامريكي ونرفض الاحتلال الايراني ونرفضكم كسياسيين، انتم مو سياسيين عمي. انتم الشوارع اللي كان عندك تكلم مال مال حصر الامر واللي كان لم القواطي وجيتوا سكلتوهم اساس يمثلون الشعب. 390 برلمان يمثل الشعب، من مثلتوا من؟ والله العظيم اجل لكم الله جايبين بقر. طريقة تنتوي المعامل الألبان أحسن من هذا البرلمان مالنا. نعم نعم، شكرا شكرا لك أبو ياسين. اتصال آخر بعدها أقرأ الواتسابات. أبو ناصر من تركيا حياك الله. السلام عليكم أستاذ فهد. عليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك أستاذي الفاضل والقناة الرافدين وكل الكادر المحترم. حياك الله. يعني والله أستاذ فهد الشيء عجيب، شنو هذا الإصرار المستميت على منصبي يعني وزير الداخلية والدفاع؟ فلوس يعني خلى العراق من الوطنيين والشرفاء وماكو غير صالح الفياض والجربة وغيره، ما معقول. ليش يعني. هو أنت تتوقع أنه راح يجيبوا لك وطني خايف على الوطن؟ مو هي هاي المشكلة أستاذ أسل، هي هاي المشكلة. يعني من انتهت الانتخابات وإلى هسه حكومة ما شكلت نعم. يعني شنو هالمهزلة؟ يعني إيران مصرة على صالح الفياض وغيرها مصرة على منصب وزير الدفاع فيصل الجربة. يعني اسمعي هذا الجربة، يعني اهم منصبين بالحكومة العراقية امرها بيد ايران مو بيد العراقيين، يعني باوامر من قاسم سليماني. هذا قاسم سليماني اللي طلع قبل كم يوم وتجاوز على الشعب العراقي بسبب التظاهرات اللي جرت في البصرة والسنة أفل. يعني نقول منهم من السياسيين او البرلمانيين او معممي السلطة طلع وقال له اوقف عند حدك وما مسموح لك تتدخل بشؤون العراق؟ لكن مع الأسف أقول الكل يعرف بأن البلد بيد إيران. نعم. بقاء كل السياسيين هو مرهون بموافقة إيران. طيب الحكومة عميلة ومجرمة، آمنا بالله. الشعب ليش ساكت عليهم؟ هم يعيشون أسوأ عيشة بالتاريخ. ليش تركتم متظاهري البصرة وحدهم؟ ليش ما شاركتوهم؟ وكل محافظة تطلع ضد هاي الطغمة. يعني لو كل الشعب يتحد ويصير إيد وحدة، صدقني الطائرات بعد ما تلحق بنقل هذول المجرمين لإيران وبقية الدول. لكن للأسف كل اللي دا يصير من مهازل وفساد وجرائم ضد شعب العراق سبب سكوت الشعب أستاذ أفل. سكوت الشعب على هاي الطغمة المجرمة. يعني هسه بأي دولة من دول العالم توجد أحزاب وميليشيات ومسلحين بقد الموجود بالعراق. كل حزب وكل قائد ميليشيا يطلع ويهدد ويتوعد، ومو بس تهديدهم طبعا للشعب العراقي، وإنما وصل تهديدهم دول وتحريض شعوب القيام بإسقاط أنظمتهم، مثل ما شفنا المالكي وهو يحرض شعب البحرين على حكومته. يعني ويدعوهم يدعي الدول للاقتداء بالتجربة العراقية، وكل عقل بأن التجربة العراقية هي قمة الديمقراطية. أستاذ أسل هو بلد انتهى وخيراته نهبت من قبل مجموعة فاسقة همهم الوحيد هو أن يدمرون العراق ويدمرون شعب العراق إرضاء عن الأسياد هم الإيرانيين. وصدقني إذا صار الثورة ضدهم وانطردوا من العراق، صدقني أول اللي راح يتخلون عنهم هم أسيادهم الإيرانيين. نعم. وحضرتك تقول يعني صغار السن هم اللي يدي يستلمون مناصب. أستاذ أفل هو من استلم منصب بدون ما دفع رشوة؟ والكل يعرف الحلبوسي دفع 30 مليون دولار. منين له؟ هي هاي أستاذ أفل. يعني هذا السؤال المهم، منين له بالله دا يجيب هاي الفلوس ودا يشتري؟ هو ليش بس هو أستاذ أفل منين له؟ ليش ما نسأل المالكي منين لك 65 مليار دولار؟ منين جمعتها وأنت تاريخك معروف لكل الشعب العراقي وأقدر أقول لكل دول العالم من كنت قاعد بسوريا وحاط لك فسطية وتبيع سباح ومحابس؟ منين جبت هاي المبالغ الضخمة؟ أياد علاوي منين جبت هاي المبالغ المليار 50 مليار دولار؟ أثيل النجيفي وغيره منين جبت؟ بالله أثيل النجيفي يعني أثيل النجيفي أوكي مو هذا الرقم، بس أثيل النجيفي معروف عنه هو وعائلته أو عائلة النجيفي في الموصل أنهم أغنياء. أكو بعض الأشخاص الموجودين معروفين أنهم أغنياء، بس مو هذا الرقم الموجود حاليا. أكو ناس مثل نوري المالكي وغيره وأشخاص يعني إذا أريد نذكر أسمائهم كانوا معدمين
هسه روح شوف املاكهم باوروبا وبالاردن وبالسودان وبالامارات وبكل مكان، دا يشترون فلل وقصور. يعني هذا هاي المبالغ اللي ذكرتها لحضرتك استاذ عفيل، هاي عدد اللي دا يملكوه دول العالم. صح، مثل ما تفضلت حضرتك من فلل وقصور وغيرها وغيرها وغيرها، كل هاي الشعب يعرفها. وبعدين يعني هم ذولا دخلوا للبرلمان تصويت الشعب استاذ عفيل، مو الكل يعرف بانه الانتخابات كانت مزوره ونسبه المشاركه بها كانت اقل من 20%. اذا فكل اللي دخلوا للبرلمان اما دخلوا عن طريق احزابهم او دفعه ورشوه. صحيح، هم ومناصبهم. نعم نعم، وهذا كله بسبب سكوت الشعب عليهم استاذ عفيل. نعم، يعني الشعب اذا يتحد ويقوم بثوره مثل ما قلت لحضرتك، والله مسلح حق الطائرات تنقل هذول المجرمين لايران. نعم، شكرا شكرا لك ابو ناصر. سامحني بس عندي كان من المفترض قاسم من كركوك يدخل ويانا وانقطع اتصاله. ابو عبد الله من بغداد، اذا تقدر تستعجل لي لان ادركني، عفوا ام عبد الله، لان ادركني الوقت وعندي واتسابات اريد اقراها. تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، تحيه لحضرتك في الشريفه وكل العراق الشريف. حياك الله ام عبد الله. استاذ، العراق بيعيش بمسرحيه يعني كبرى، ابطالها الطبقه السياسيه، تمويلها من قبل الحكومات، حتى حكومات عربية وحكومات إسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية والأمريكية والإيرانية. طبعا هنا دور الشعب هو دور المتفرج على هذه المسرحية. نعم، طبعا هنا عندنا الشعب في البداية انه هو يعني رضا بالواقع اللي بيعيش به السياسيين، واحنا اللي ثبتناهم واحنا بنتفرج عليهم، وكله تحت شعار ثورات الحسين. وبالفعل قاموا بهذه الشغلات اللي احنا عانينا منها الشعب العراقي في تدمير المحافظات وهسه الى المناطق الجنوبيه وخاصه للبصل. ايش احنا زين، احنا مو عندنا مسرحيه واحده وانما عندنا عده مسرحيات. اللي هسه الشعب انقلب حوالي 360 درجه على هذه المسرحيه، واني اعرف انه المسرحيه اللي احنا بنعيشها وبنتفرج عليها هي الشعب مسؤول عن نجاح هاي المسرحية أو سقوطها أو فشلها. نعم، فلهذا إحنا ساكتين بنتفرج على شو، بنتفرج على المهازل، عن الإنجازات القارية اللي مر فيها الشعب العراقي. البارحة إعدام حوالي 17 مليون نخلة، إعدام المعتقلين في الناصرية كل أسبوع حتى يترك وزير العدل بصمة جيدة للحكومة اللي في قتل المعتقلين، تشريد العراقيين، إعدام الأسماك، ذبح الحيوانات اللي موجودة وذبحها في العراب، بالإضافة إلى قتل المعتقلين. بمختصر إعدام العراق. هسه ندورك النحو يا أستاذ أفل، احنا نريد حل لهذه المسرحيه، لازم نشيل هذه المسرحيه. نعم، وتحياتي لحضرتك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. قبل ما نوصل الى ختام عندي واتسابات. شخص من بغداد ما ذاكر لي اسمه داز لي صوره يقول يعني بالصوره ثلاثه قاكفين وراهم بيكاب على قطعه، يقول السلام على سليمان العصر، يقول هؤلاء هم العملاء واللواقه متخذين الايراني اله لهم. شخص كاتب لي اخ افل، هسه احنا اذا نعتب علما على حثالات وعملاء وسراق صار 16 سنه نفس المنتخب، شبع خسارات ونفس التشكيله، يوم مهاجم يوم مدافع يوم يلعب وسط. زين المرجعيه قاعد تلعب دمبله بالشعب، مو العراق صار مزبله. وين صوتك يا شعب؟ هو العراق بس زيارات ولطم وثارات الحسين. اخي كل شعوب صوتها اقوى من السلطه، بس بالعراق الشعب يقادون من قبل تجار دين مزيفين. السلام عليكم أخي أفل. يقول إحنا متظاهرين البصرة نحييهم، عيني بعد ماكو سلمية شوفوا الشعب الألماني صعد سعر البنزين، عافوا سياراتهم بشارع وقطعوا الطرق وغصبا ما عليها الحكومة لبت طلباتهم، وفرنسا كذلك وهي الممنونة. لازم نرقى بالمظاهرات مثل باقي الشعوب، لأن إحنا شعب تعلم العالم منا أو تعلم العالم منا مو نتعلم منهم. شخص آخر من العراق يقول السلام عليكم أخي، العراق صار ضيعة من ضيعات إيران المجوسية، والشعب العراقي لاهي بالزيارات، وذولا أذناب إيران اللي جاي يحكمون بالعراق مو عراقيين ولا بيهم عرق عراقي. من الإمارات شخص يقول عمي ذولا اللي بالدولة حتى كشك على رأس الشارع ما يقدرون يديروه.
وأيضا من الإمارات رسالة أخرى تقول: أخي أفل، بالنسبة لوضع العراق ووضع الشعب في ظل حكومات متعاقبة على حكمه تعيش بعضها وضع الفقر والجوع والواقع المؤلم المرير، يجب أن يكون العام المقبل عام انتشال العراق من هذا الواقع المؤلم. الفقر والجوع والواقع المؤلم المرير هو سببه في البلد وهم سبب الأزمات الأخرى، لذلك لا تتوقع منهم أي خير يرجى منهم. والله صحيح وكلامك على الرأس أخي من الإمارات. يعني القضية وما بها ذكرت في الواتسابات وفي الاتصالات العملاء، يعني كنا ننظر إلى حكومات الزمن الملكي أو الملكية أو الحكم الملكي بالعراق اللي هو فيصل الأول وغازي وفيصل الثاني، كنا ننظر إلى حكوماتها اللي كانت تدار من بعض الشخوص، هم تحديدا 17 أو 18 شخص، أشهرهم نوري السعيد، جميل المدفعي، رشيد علي جيلاني. كنا ننظر إلى نوري السعيد وهو أشهر شخصية سياسية في تلك الفترة على أنه عميل بريطاني، والله العظيم طلع أشرف من ذولا بألف قط، ما أذى العراق ولا دمر العراق ولا عنده ذرة عمالة أمام هؤلاء، طلع وطني الرجال. كنا ننظر هذه النظرة، كنا نقرأ الكتب أنه العميل نوري السعيد وغيره وغيره. لا عمي، دول العملاء الصدق، وهم يعني إذا تذكرون أول ما جوي قبل تشكيل مجلس الحكم بال2003 بشهر 5 إجا إياد علاوي وقال إني أفخر إني أعمل مع ثلاثة أنظمة مخابراتية في العالم، مدري 30 نظام مخابراتي في العالم، يفخر الأخ إنه يشتغل. عندنا عاجل يعني هسه يقول: مصادر حكومية، مقتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة ملغومة في قضاء اللعفر، غربينينا والله يعينهم. هاي الشعب العراقي يعني قاضيها، يا مي ماكو، تمطر الدنيا تغرق وتفيض المدن، طب المي عليهم، خيسة، الزبل ملى الشوارع، الأنقاض ملت الشوارع، ابنه يموت قبال عينه لأن دواء ماكو، مستشفيات تعبانة، طب ماكو، أدوية ماكو، الأدوية إن وجدت بالصيدليات، الصيدلية أصبحت تجارة، اللي يفتح صيدلية صار مليونير لأنه بكيفه هو اللي يقول هذا السعر فلاشي وهذا السعر فلاشي، ماكو رقابة. فالشعب العراقي من يلقاها؟ وذولا ما شاء الله عليهم فرحانين قاعدين بالمنطقة الخضراء، طابين إلى مجلس النواب العراقي وحاطين قطعة وأمرهم شورى بينهم، ويتعاركون على كرسي، لأنه وراء هذا الكرسي أكو شيء راح ينزل بالجيب، أكو فلوس راح ينغني وراح يعيش هو وولد ولد ولد ولده أغنياء. بس التاريخ ما ينسى، وهاي الجرائم ما تسقط بالتقادم، يجي يوم وتتحاسبون واحد واحد، فديروا بالكم. ختام برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.